مدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني مر على تعيينه تقريبا أسبوعين لقيادة دفة الأخضر السعودي، مدرب من طراز عالمي ويعتبر من أفضل المدربين على مستوى العالم. إنجازاته في أوروبا تتكلم عنه، مهما تكلمت عن هذا المدرب شهادتي فيه مجروحة. خلال هذه الفترة لعب مباراتين وديات مع الأخضر السعودي، أمام كوستاريكا خسارة بنتيجة 3-1، واليوم أمام كوريا الجنوبية خسارة بنتيجة 1-0. هذه المباريات لا يمكن أن تحكم على المدرب، لأنه ما زال يتعرف على اللاعبين وعلى العناصر اللي يمتلكها وعن مستوياتهم من أجل أن يختار أفضل تشكيلة لقيادة دفة الأخضر السعودي. اليوم مستوى أمام كوريا الجنوبية الأخضر للأمانة لقينا بعض البصمات وبعض اللمسات التي حسنت من أداء الأخضر السعودي، ولكن بكل تأكيد المدرب روبرتو مانشيني يحتاج للفرصة، وبإذن الله في فترة التوقفات الدولية وأيضا المعسكر التحضيري لكأس أمم آسيا، هذه البطولة التي ستقام في شهر يناير القادم في سنة 2024 في دولة قطر، بإذن الله روبرتو مانشيني راح يوجد التوليفة المناسبة للأخضر السعودي، وراح يكون الأخضر بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني أفضل بكثير بإذن الله تعالى، وبالتوفيق للصقور الخضر في قادم المواعيد.